عرجاني. يلا يا عرجاني ارحب ارحبوا يا شو مسوين انت؟ وش هالحاصل؟ وش هالجنان؟ كان في هدنه بيننا وبين هدنه. مين الحبيب لكم ساعه الضربان؟ اشترى ما جت ترى حمد وراكم. حمد حمد السوي روح روح يا رجال روح روح قواك الله يا رجال. شو مسوين؟ اموركم زينه؟ وراك يا حماده يا اخوي احمد الرحيم. صاير في شيء احمد الرحيم انت وياه؟ ليش؟ والله ما ادري احس متعور منك. اسمع اشتكالك وغلا. لا 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 والله اني اتابعكم. والله اني اشوف اشتغل حمد يقول بورد كذا جانا ابو غلا جانا ابو غلا. شوف كيف انت اي والله ما قال والله نجلس هناك هناك اي اي تعالوا تعالوا ترى ماني متاخر. بهاج امورك طيبه عبد الله سعد؟ والله اليوم طلعت حق اليوم كل اللي راحت. خالد لا لا ماني متاخر. كامل ابيكم على السريع. محازم مسويين مؤدبين يعني مؤدبين مره. ما كني شايفكم قبل شوي شباب هنا. خلوا خلوا في الارض فلان لبيه يا رجال. الامور طيبه وسع صدرك. والله هذا هو الهدف انكم ما تدرون. جعل ربي يطول عمرك. مرحبا هنا هنا يا شباب. الله يبقيكم. لا لا كل مكانك هنا هنا هنا. بدي وين المخرج؟ والله ما ادري وين. وانا جلس يا مخرج لو سمحت. ثامر تعال. ما ودي يا جماعه الرسميه هذه. لحظه لحظه يا اباضه ترى ما اسمع هنا. ما ودنا ارضيه اذا في مجال. اي والله ودي معهم. كذا كويس وجلست هنا. يلا معي. والله ما ودي والله. لا لا محتاج محتاج محتاج. يا اخوي ما يحتاج. ما عليها ابشر السعد. والله فيكم طاقة الله يزيدكم. ايش السالفة؟ من قوة الطاقة شال الطاولة الحالة. لا قوة الا بالله. ها؟ لا لا بسك بعد ذي ترى مية فقرة. يا زين اللي يضيع. يا زين اللي فاقدين امس. وانا بعد شف شف عنك. كنت تعبان. عاد جيت وانت تعبان اشهد لك. كنت تعبان يا ابو الغلا. بسم الله عليك. سلامة التعب. الله يسلمك. والحمد لله الحين نعوك ان شاء الله. انا قلت سلامة التعب. سلامة التعب. اي انا يعني سلامتك. والله الله يطول عمرك. قهوة وين يا؟ شلونكم يا رجال؟ طيبين ان شاء الله. شلون صحتكم؟ اول شيء مكتملين؟ لان تراي جاي باختصار ماني بجاي اسولف عشان تكونون بالصورة. فيها كذا شخص يحبكم ويغليكم ويودكم ويعزكم. ترى مو هبنا السبب دي ما تنطبق عليك. لا لا ابدا والله. فجايب لكم ضيافه خفيفه. اي فعاد يستاهل تحيه حقيقه. بس لا اذا جت يلا الحين. واذا جت بيض الله يجيكم. خلت ضيافه توصل. بس ضيافه والله لا لا مو بجاي مو بجاي. رجل. في ظني اني بيهدي هالهوشات. في ظني يا الله خير. ما ودكم تهدون. من الذين اول شيء في احد مو موجود؟ ايه ايه بس من هو؟ لا انا بهاج يغسل يجي. من غير بهاج كلنا ابشر. لا ابي الكل ضروري ضروري ضروري. ابشر ابشر يا ابو غلا الحين دقيقه. يلا تكفون عشان ما اطول عليك. حيا الله الشباب. شلونك يا حماده؟ يا مرحبا. عساك طيب؟ الله يسلمك. يا لب الابتسامه. شلونك يا حبيبي؟ ابشر. ما درت اني صرت شيخ؟ انت من يومك شيخ؟ وش اللي صرت؟ بعد راسي. لا صرت شيخ رسمي. شيخ على نفسي يا وغى. بالله هو شيخ المنتجع. لا الحين الشيخ الاسبوع ذا من؟ حمد المري. حمد المري الشيخ. حمد بغر. هذه اخذها بالقوه. شيخ بالقوه بالقوه حتى. صح عليك شيخ بالقوه. اوهو انت مع حمد يعني؟ معه ولا خايف منه؟ لا يا ابو غلط خو حمد المري شيخ بالقوه. قلتها لا 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 مو بالقوه. شيخ العلاج. يا شيخ اجل هذه الهوشه عشان الشيخ. بعض الناس يا شيخ غلط. بعض الناس اخذها بالتصويت. الشيخ الشيخ هذا اللي اخذها بيوم الناس هذا اللي بالقوه. التصويت لحظه وش اللي اخذ التصويت؟ لا في ناس حبوا وصوتوا. ابو غلط ابو غلط. الناس اللي صوتت كتب قالت هذا طال عمرك زين اللي يجي شيخ طال عمرك يضبط بعض الامور. والله ما بيجي رجع طال عمرك دخل يمين ولا قدر. اما شيختك والله سالت فيها مجروحه صدق. يا ابو غلا ليت الشيوخ كلها من البرهيه. ليت ايش؟ ليت الشيوخ كلها من البرهيه. احسن من برهيه رجال. الشيخ حقهم هو اللي مؤيدين حماده كم شخص؟ اللي مؤيدين حماده كم واحد؟ بهاج لك ها بس بس ذولي بعدين ذولي. طيب اللي ايد احمد؟ كلنا. ما
مسعود واد عمك مسعود سيد هو يستمر شيخ واد عمك ايه الحق الحق لو تحط بيدين ورجلين قيدهم اكثر منك يا شيخ اللي مأيدينه شيخاتهم اصلنا شيخاتنا اول شيخه في البرنامج شيخاتنا اول شيخه في البرنامج يا عبد الله اجلك هي ترى يا عبد الله شيخاتنا اول عبد الله هي ترى ما هي اول شيخه تسويق قال لها الله قال لها عبد الله وسحبها بعد قال لها الله هي ترى ما هي بالاول انا شيخ عليك وعلى مهلك يا شباب شباب انتم جدكم الحين تسووا والله عبد الله ترى ما هي بالاول لا بالعكس انت اخذتها لو بس ايش سويت؟ ايش سويت؟ ابا وقع وجبت فطور اخويا والله ضحيت ضحيت بشيختي عشان عز الله كفو انا اللي سويت ضحيت كفو غلع ما استخدم عقله الرجال بس هو اصلا تجي يوم تطلب فطور يجيبوا لك فطور عندي كذا بعضهم جا شيخ بعضهم جا شيخ لقينا اتشحد عند ابو عيسى يقول تكفى بجيب فطور يوم عبد الله شهر علي بيده جاب لي فطور بيده اسمع اسمع ما انا ما راح اوصل والله شوف شوف يا جماعه هذا اباظه أباظ يقول تبي الصدق أحمد أتعم من بعده إن الله يكون بعون اللي بعده هذا والله مو كلامي كلام المخرج ترى صدقوني يا جماعة ترى تقييم اللي خلف الشاشات يختلف عن تقييم اللي داخل أقول لك صراحة يا أبغى أنا أقول لك شيء أحمد خذ شيخته وانتهت فهو أحمد إيش خذ شيخته وانتهت فهو ما يبي حد يشيخ بعده لا لا خلاص لا يا فمن هذا إيش اللي يبيه هو بياخذها بعنتره وبياخذها سطر بس ما يقدر حلو بتاخذها طال عمرك الطيب مرحبا ومسهلا من الجمهور لكن انت بتاخذها غصب لا في دمك قر 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 ابو غلا ابو غلا غضب الثنتين ابو غلا هو يحسب انه حاب نستاذن عشان الشيخ الحين شيخنا لنا ثلاث ساعات افا ابيك تقوم من يومي ثلاث ساعات على شيخه البرنامج شيخنا من ثلاث ساعات ابو غلا الى متى في ناس شيختهم اسبوع انا الى يوم 90 يا سلام هلا ابو غلا أربعة يصفقون أبو غلا شوف عن تحتاج تسوي لك برنامج تعزيز ولا عشان يكثرون معك ويصفقون أبو غلا في شوف حنا يا سعد الشيري أبو هادي ما ينتهي أبو هادي تمدد إيه بس عجل لو تناظر من معه مع أربعة والله شوف أنا شفت أربعة يصفقوا صدق يعني أبو غلا هذا كان طيب طيب الرئيس وعقدة ما يأخذ بزرع لا ما فيكم بزرع شيخ وتناك لا لا ما فيكم بزرع اسمع واللي يصير شيخ ما يأخذ واحد ما معزل يروح يأخذ قلم أسود هتلر حكم هو شنو ذا كبره والله يا بهاج راحت عليك والله بقول لك شيء يا ابو غلط صح انا الحين لنا 53 يوم محمد بن هادي 53 يوم هو شيخ غير صحيح عليك عليك شوف ابو هادي يقول لي ثلاث ساعات شيخ خليني افديك نجاح احمد بن هادي تدشين ثلاث ساعات خططنا من اول سكريبت والله يا حماد ما خلصك من قبل 90 كم عنده بضاعه بيجي شيخ ساطي ما جاء احد بضاعه يا ابو غلط فانا جيت وخذها اللي رافضي حماده الشيخ يا ولد صاطي هو شيخ اسمع شفت اللي رافض شباب شباب صلوا على النبي صلوا على النبي والله انكم شيوخ عيال شيوخ الله يقويكم ولا مني طلعتكم من هوشتكم الله يقلع شيطانكم سلامتكم ابي سفره سفره اي جايكم ضيافه يا عيال ولا خلكم خلكم خلاص خلاص يا شباب